مئات القتلى والجرحى من ميليشيا أسد بحفل تخريج لضباط في الكلية الحربية التابعة لها غرب حمص بهجوم شنته طائرات مسيرة لمن وصفتهم وزارة دفاع أسد بالإرهابيين على حد زعمها. والسؤال الأبرز، كيف وصلت المسيرات إلى وسط سوريا؟ ولماذا خرج وزير دفاع أسد قبل الهجوم بدقائق؟ أيعقل أن تكون هي الصدفة التي لطالما تكررت في الحوادث المشابهة خلال سنوات الثورة؟ إعلام أسد وصفحاته الموالية ضجت بمنشورات النعي وصور القتلى جراء الهجوم، مؤكدة أن الحصيلة بلغت أكثر من 300 شخص بين قتيل وجريح، بينما اتهمت وزارة دفاع أسد في بيان لها من وصفتهم بالتنظيمات الإرهابية المسلحة بالمسؤولية عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة بعد انتهاء حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية مباشرة. فيما أكدت وكالة سبوتنيك الروسية أن وزير دفاع أسد غادر قبل الهجوم بإحدى وعشرين دقيقة. الله أكبر. كعادتها لم تفوت ميليشيا أسد الحادثة المشككة بالرواية المعلن عنها، مصعدة من وتيرة قصفها باتجاه المدن والبلدات والقرى شمال سوريا، مستهدفة أكثر من 30 منطقة منها سرمين وأريحة وجسر الشغور، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة 38 آخرين بينهم 8 أطفال و8 نساء بحسب ما وثقه الدفاع المدني بحصيلة قابلة للزيادة.